عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى يا حلوين، النهارده يوم الخير، تمام؟ عشان احنا اول يوم هننزل بفيديو زي دوت، فاللي مش فاهم ايه هو يوم الخير، يوم الخير دوت برعايتنا سمو القحطاني، بيتولى كل يوم خميس اخ من اخواتنا هو اللي بيقوم بهذا الحمل، تمام؟ فعايزاكم كده ايه تكتبوا لي في الكومنتات وتخمنوا الاكله بتاعت يوم الخير هتكون ايه، عشان معانا يوم طويل، وايه تابعوا معايا بقيه اليوم. يلا بصوا بقى يا حلوين، هنا هقطع البصل ونقطع المكعبات عشان نشوح ايه اللحمه مع بعضينا. يلا الله. ايوه عشان تدي بقى تسكيره للحمه. تدي ايه؟ تسكيره، تبقى اللحمه مسكره. تبقى اللحمه مسكره؟ ايوه ايوه. ايه رايكم؟ ايوه اهو، ادي اليوم زي ما انتوا قلتوا. لسه هوريهم بقى، ونحط زعتر ونحط حركات. ايوه في بصله، في بصله كمان. بصوا يا حلوين، هنبدا كده ننزل ايه؟ اللحمه يا امارات، بصوا، وننزل عليها ميه سخنه. البصل والجزر واللورا والزعتر، تمام؟ وهنحط شويه حبهان ايه؟ اللي هو الفلفل الاسود الحب ده. هنا يا حلوين ننزل عليها بقى بالميه السخنه. ايه بتغلي؟ لازم تكون بتغلي نار. لازم تكون بتغلي؟ اه لازم. اه لازم. عشان تعمل صدمه. تعمل ايه؟ تعمل صدمه. صدمه؟ ممكن اديك صدمه في نافوخك دلوقتي. ربنا يسامحك. ايوه. بصوا انا يعني جايبها من الهوا كده، من الهوا. يا سلام حركات. بصوا تغلي تغلي كده. الله الله الله. بصوا بقى يا حلوين، اللوبيا اهي بتتسلق، وانا حاطه لها شويه كمون وشويه ملح. بصوا يا جماله، يا عظمه، يا حركاته، عظمه على عظمه. وبعدين حلوين كده ننزل بالبصل عشان نفرمه. بصوا ايوه هنفرمه، هنعمله ليه يعني؟ ننزل بالطماطم كده عشان ايه؟ نضربها. يلا نضربها؟ نضربها، حرام عليكي، حد يضرب طماطم؟ اسمها طماطيم، اسمها ايه؟ طماطيم. ده ايه ده الاسم؟ اللوبيا. اللوبيا، اللوبيا يما اللوبيا. تصفيه اللوبيا يا شباب، هذه تصفيه اللوبيا. معركه. بقى هنا حطينا سمنه وزيت، ننزل بالبصل ايه؟ المفروم، وانا عامله عليه قرن كده. ولازم البصل كمية معينة ولا 700 بصلاية اللي انا قعدت اعيط؟ ونص، عشان انا عاملة انا اللي بقطع البصل يا شباب على فكرة. والنبي؟ ايوه انا، انت شفت 3 كيلو بصل؟ ايوه انت تسكت خالص. انا ساكت. عاملة 3 كيلو لوبيا، فحاطة كيلو ونص بصل. تمام. تمام؟ يلا. وانتظرونا في البصلة الثانية. و4 كيلو طماطم. و4 كيلو طماطم. وقرنين فلفل. لا قرن واحد. ده من عندنا. صباح الخير، ننزل بإيه؟ صلصة الإيه؟ الطماطم. صلصة الطماطم. طماط. ايوه زي ما انتم شايفين كده، صلصة الطماط. ايوه. الله على الدلع. في تاني؟ ايوه. في تاني اهو. الله ينور عليكي. حطي برضه ايه؟ شوية صلصة من البرطمان. تمام. بصوا بقى، ننزل بكمية اللوبيا كده. اه لازم الكمية كلها؟ اه. لوبيا يانا يما. بصوا يا حلوين، اللحمة اللي احنا سلقناها مع بعض امبارح اهي، شايلة في التلاجة. الله 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 الله. ننزل بيها على الايه؟ على اللوبيا. ننزل بيها على اللوبيا؟ اه. يلا بينا على اللوبيا. بص بقى، ننزل باللحمه عشان كله ايه يغلي في قلب بعضين. الله 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 الله. تسلم ايدك، تسلم ايدك. وكده هنحط ايه تاني؟ 15 كيلو لحمه. ايوه. وعشان الناس اللي قالت لي الكميات يا نسومه، 15 كيلو لحمه، 3 كيلو لوبيا، 5 كيلو طماطم، وهنحط برطمان صلصه عشان تديها مراره. في حاجه اضافات تاني؟ موتش. يلا بقى حلوين، ننزل بايه؟ توابل بقى، ماجي وفلفل اسود وشويه ملح وشويه بهارات. بس كده؟ بس كده. يلا ننزل بصلصه، بس انا مستنيها تيجي وهوريك، هوريك كله مع بعضين. حلوين هنفضي الرز. هعمل 9 كيلو رز، هعمل 3 كيلو شعريه، تمام؟ او ممكن 10 كيلو رز، 3 كيلو شعريه. ايه تاني؟ بس كده؟ طيب حلوين، ننزل ايه ببرطمان الصلصه دي عشان تدي للوبيا كده ايه؟ حمرار، حمر حركات. هو في ايه النهارده؟ حمرار حمرار. حاسه ان انا مهتم بعد برتقال وحمرار. هخلعك عادي، هخلعك عادي. بس بص بقى، ناخد كده ما نرميش الشوايه دول. إيه لازم العلبه كلها؟ ايه؟ لازم العلبه كلها؟ لا كده، بص كده انت ما عندك كده؟ بخل بخل. مراحوا فين؟ البرطمان شفاته. ايه اللي حصل بجد؟ ما اعرفش الحركه دي. استنى كده، ايه ده؟ في ايه؟ استنى. اوه حركات. ايه
ايوه يلا استنونا بقى. البرطمان بتاع الصلصه ادى بقى حمران لللوبيا ازاي؟ الله الله الله. سيبها بقى تغلي ايوه لغايه ايوه ما تنهري ايوه. وايه تاني؟ لما تدوب كده تقع كده تقع كده؟ كان في حته لحمه كنت هموت عليها. موت. شويه حلوين ونبدا نغسل الرز اهو. اخد كميه كده اهو. تمام. الله ماشي. طيب يلا نعمل ايه؟ الرز ادي كده ايه زيت زيت كتير عشان هنعمل 10 كيلو رز و3 كيلو شعريه. تمام. ننزل معانا مش قادره تخش. ننزل بس بس كده. هنضيف حاجه تاني؟ ايه هنضيف حاجه تاني؟ لا ننزل بالشعريه كده 3 كيلو شعريه و3 حمار. بصوا بقى يا حلوين الشعريه بصوا اللون ايه رايكم؟ يلا بقى نروح نجيب ايه الرز بعد ما اتغسل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بميه سخنه بتغلي. لازم ميه سخنه؟ طبعا ننزل بميه سخنه بتغلي. ايه يا كيميا؟ الله ميه سخنه بتغلي. لازم ميه سخنه تغلي؟ اه ما ينفعش ما تغليش؟ الله تاني ولا مفيش؟ الله على الجمال. الملح بقى. انت ملحتي ولا لسه هتملحي؟ لسه في تمليح؟ شفت ده البكبكه دي؟ شفت الحركات دي؟ حركات دي حركه بكبكه يانا يما يانا يما. ربنا يعطيني فضاوتك. يلا يلا بص حركاته. شفت السحبه دي؟ شفت السحبه دي؟ وربنا ما نقاطعها. خلينا ايه الرز يتشرب اهو. سويه كده اهو. نوطي النار خالص. الحركه دي مش قادره تظبط ليه؟ هنوطي النار خالص ونسيبه كده ايه يستوي على نار هاديه عشان من تحت ما يتلسعش مننا. بس كده بقى حلوين. تعالوا شوفوا بصوا شايفين الرز رزايه برزيطه. ايوه اليوم مش النهارده اليوم مش طبيعي في الكلمات. الكلمات رايحه. بصوا بقى تعالوا اللوبيا بلوبلوبيا. خلاص بقى الله يرضى عليكي. مالكوش دعوه بالكلام اللي بتقوله يا جماعه. بصوا اللحمه بصوا الهوبر. النهارده اليوم يا جماعه برعايه الغالي ابو راشد. عايزين ندعي له دعوه حلوه كده وربنا يجعلنا كده دايما في الخير ويبقى يوم حلو وهنا وسعد. ايوه ما يتقطعش يا رب. ما ننساش اخواتنا الموجودين لايك كومنت نشير واشترك في القناه. ايوه فعل زر الجرس عشان أيوة. يوصلك كل جديد من يوم الخير. استنوني وانا بقى ايه بعبي العلب. يلا نبدا ننزل ايه باللوبيا. باللوبيا كده شويه لوبيا. ايه اصطادي لوبيا. اه حاول بس صفي ايه على قد ما اقدر. ايوه اصطادي اللوبيا اهم حاجه. تمام. ايه رايكم؟ ده النهارده يوم الخير برعايه اخونا ابو راشد وربي يكون في ميزان حسناته. ماشي لايك بقى وكومنت وشير في الخير يا قلوبه واشتراك على اليوتيوب ما تنسوش. ايه رايكم في العلب؟ بصوا بقى يا حلوين اهو كده قفلنا العلب. نبدا بقى ايه محمد ايه ينزل العلب ايه في الكراتين ويبسطرها. بستر الكراتين لكن احنا العلب بسطرنا. اه العلب البسطره زي ما شايفين كده. اه وانا بساعد بابا. ايوه حلوين. تنسوش بقى تشتركوا في القناه فعلوا الجرس. ايوه تمام عشان يوم الخير ايه بعد كده هبقى انزله لكم كامل هنا على اليوتيوب باذن الله. يلا بنحبكم. باي.